العفو الله سبحانه عز وجل لماذا اختص هؤلاء المعصومون أو بلغة أهل القوم هؤلاء النفر من الناس بوحيه؟ ثم هذا الوحي الذي نزل عليهم أكان جبرائيل أم وحي آخر؟ ثم الله سبحانه عز وجل يبين في محكم كتابه الحكيم وأوحينا إلى النحل أن تتخذي من، يعني نص الآية بهذا الشكل، أنه أيضا بعث إليهم وحي إلى النحل، وكذلك أوحينا إلى أم موسى. هذا الوحي الذي الله سبحانه عز وجل بعثه إلى النحل أو بعثه إلى أم موسى، هل كان جبرائيل عليه السلام الوحي الذي بعثه إلى فاطمة أو إلى الإمام علي بن أبي طالب، هل كان جبرائيل أو وحيا آخر؟ يعني أما بالنسبة إلى النحل أو أم موسى عليهما السلام أو غير ذلك، فما ورد عندنا إذا كان هنالك دليل على أن طريق نقل الوحي تم عن طريق جبرائيل عليه السلام فنقول به، إذا لا فنسكت لا نعلم. يعني الله أوحى إلى أم موسى عن طريق من؟ ما ندري، قد يكون جبرائيل أو غيره من الملائكة. ولكن عندنا دليل مثلا بالنسبة إلى مريم العذراء عليه السلام أنه كان جبرائيل لما جاءها وبشرها وبين لها، لاحظت؟ فإذا ممكن أن يكون جبرائيل وممكن أن يكون غيره. متى نقول أنه كان جبرائيل؟ إذا ورد النص بذلك. فورد النص بالنسبة إلى مريم العذراء، وكذلك ورد النص بالنسبة إلى فاطمة الزهراء صلوات الله عليهما أنه كان الناقل للوحي هو جبرائيل عليه السلام. أما غير ذلك فلا نعلم، قد يكون جبرائيل وقد يكون غيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لما الله عز وجل اختص هؤلاء بوحيه، فهذا راجع إلى الامتحانات الأولية. الله لما خلق الخلق امتحنهم في عوالم تسبق عالمنا هذا، امتحن الجميع، امتحنهم في عالم الذر، وامتحنهم في عالم الأظلة، وامتحنهم قبل ذلك في عالم النور. زين، فمن سبق إلى إجابة الله تبارك وتعالى وحاز بذلك أفضلية على غيره من الخلائق، الله تعالى ميزه وشرفه إذ علم بأن هؤلاء هم السباقون لطاعته، فأوحى إليهم فيما بعد كاستحقاق لهم، وفي نفس الوقت كان ذلك مكرمة من الله تبارك وتعالى عليه. مثلا ورد في الأحاديث أنه في عالم الذر الله أشهد الخلق على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أول من أجاب ببلى كان رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا لأنه أول من أجاب كان رسول الله، الله جعله سيد الأولين والآخرين. ثاني من أجاب كان أمير المؤمنين عليه السلام، فالله جعله وصي سيد الأولين والآخرين. ثالث من أجاب افرض فاطمة الزهراء عليها السلام، ثم المعصومين الـ14، ثم النبي إبراهيم عليه السلام، ثم أولي العزم من الرسل، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم أوصياؤهم، ثم أصحاب الحسين عليه السلام، ثم أصحاب الأنبياء، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أصحاب الأئمة، وهكذا، ثم العلماء، ثم الصالحون، ثم العباد، ثم الزهد، وهكذا. يعني فكل واحد حصل على مكرمة إلهية معينة، كاستحقاق من جهة ومكرمة من جهة أخرى. فالله عز وجل لأنه رأى محمد بن عبد الله هذا صلى الله عليه وآله هو أول من أجاب، جعله رسوله وأوحى إليه. ولأنه كانت أولى النساء التي أجابت ونجحت في الامتحان، نجحت في هذا الاختبار، كانت فاطمة الزهراء عليه السلام، فالله تبارك وتعالى أعطاها أيضا هذا الشرف واختصها بمثل هذا الوحي، وهكذا. وهنالك من رسب في ذلك في تلك الامتحانات في العوالم السابقة، وليكن مثلا أبو بكر وعمر مثلا، فالله حتى يتم الحجة عليهم يعطيهم فرصة في عالم آخر وهو عالم الدنيا. يعني خلي نرتب سلسلة العوالم هكذا، نقول عالم النور هو عالم خاص، عالم الأظلة، عالم الذر،
عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة. الإنسان أو المخلوق بشكل عام يمر في هذه العوالم فيخوض تجربة معينة حتى آخر شيء الله عز وجل يقيم الحجة عليه. فمن كان طائعا فإلى الجنة، ومن كان عاصيا أو جاحدا فإلى النار. بالله بمحمد العلي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.